احنا ماضينا وذكرياتنا وكل التجارب والازمات والمواقف اللي مرينا بيها احنا النهارده نتيجه كل ده. فما يجيش حد يقول لك انسى بقى ورد مع اللي فات وابتدي صفحه جديده. الافكار بتاعتنا ده جزء من الافكار بتاعتنا هي او يعني ازماتنا هي جزء من تكويننا. ففكره بتر الماضي مش هيحصل لان هو جزء من تكويننا. ابتره ازاي؟ اشيله ازاي؟ مش بتر، هو تفكيك للوعي لاعاده بنائه، زي ما يكون عندك بازل بتفكه وبعدين تعيد بنائه. ودي عايزه حرفنه شديده جدا جدا. الماضي يكون موجودا ولكنه ليس مهما بآلامه، يعني مجرد ماضي فيه اللي فيه وده قدر ربنا. طيب دكتور، لو قلنا لحاجة كده معلش كلمنا احنا كناس بسيطة، قلنا امتى لازم تفكر تروح لطبيب نفسي عشان انت محتاج الزيارة دي؟ لما يبتدي ده يأثر على بيتك وعلى شغلك وعلى استمتاعك بالحياة، مش قادر تقاوم وبتقع فيهم بس كده. ويعني انا عندي حد وطول ما بيروح بيقاوم الشغل يعمل ايه؟ وفي البيت قاعد كده ولكن غير قادر على الاستمتاع. يعني انه يقعد هنا كده، انه يحس انه يحيا، هو بياكل ويشرب وينام بدون احساس بانه انسان جميل في وسط هذا الكون. في الحاله دي لازم تشوف دكتور ولازم تتعالج ولازم تتعاون مع العلاج، لان في ناس تقول لك انت لو جدع بقى عالجني، اقول له لا انا جدع بس انت مش هتعالج غير لو انت تعالج. بقيت السؤال، لو راح لدكتور واول ما الدكتور شاف وشه ولا رغى معاه ولا قعده على الشيزلونج ولا قعده قال له روشيتا انت تاخد المهدئ ده اسبوعين وتجي لي، ودي حصلت مع ناس اعرفهم، هل يثق في هذا النوع من الطبيب؟ ما انا ما اتكلمش على حد، بس لا احنا ما قلناش اسماء، بس لو حصل معاه كده يعمل كده؟ لا، ما يعني كل شيخ له طريقه وكل واحد ومدرسته، ولازم لا يسمح انسانيا وطبيا وعلميا انه دكتور ايا كان حتى دكتور الاسنان يشوف مريض من غير ما ياخد التاريخ المرضي كويس، ومن غير ما يعمل تشخيص مبدئي كويس، وبعدين ممكن يدي او ما يديش دواء معالج وليس مهدئ، وبعدين يناقش ويشوف حد من اهله، اخته، امه، ابوه، اخوه، صاحبه، ودول بيجوا كتير. يعني في نقطه هنا برضو مهمه قوي، هي مساله التثقيف الطبي النفسي. دي بقت منتشره في، يعني انا اخيرا بقيت اعمل ريلز اللي هي دقيقه واحده عشان افهم الناس بعض الحاجات. يعني اخر حاجه قلتها مثلا، ما تخليش حد يسمم بدنك، بس خد بالك وانت كمان ما تسممش بدن حد. صح. فهنا الشعار ده او الهاشتاج ده او الوسم ده لازم يبقى منتشر ولازم الناس تبقى فاهماه. برنامج زي برنامجكم او فقره زي فقرتكم بتعمل وعي للناس. وسائل التواصل الاجتماعي بقت كتيره جدا وبتعمل وعي للناس. انا مبسوط من الناس. انا فجاه في يوم دخل لي راجل ومراته معاهم طفل جايين من حلايب وشلاتين. الله. انا دمعت. وعي. انا دمعت. لانه هذا هو الوعي، وهذا هو طلب النصيحه، طلب المشوره، طلب الفهم، طلب العلاج.